كل من رآني صلي على من تمنى لقياك، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال عليه الصلاة والسلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي تعب من أجل هذا الدين إنه يصل لي ولك، يقول وددت لو أني لقيت إخواني. يتمنى أن يلقاك صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يتمنى رؤيتك لأنك على سنة، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، لذلك يكون هو على الحوض يوم القيامة وترد الناس إليه، أمته ترد إليه، والبعض من الناس عاد تردهم الملائكة، اللهم صلي وسلم وبارك عليه محمد. يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي الرحمة المسداة اللي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الملائكة إنك لا تعلم ما بدلوا بعدك، يعني بدلوا وتركوا السنة، فيقول عليه الصلاة والسلام بعدا بعدا. الله الله بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة عليه، فصلاتكم معروضة عليه يوم الجمعة، اللهم صلي وسلم وبارك عليه.